في الباب الثالث وباب الحث الكهرومغناطيسي. الباب الثالث يمكن زي الباب الثاني في أجهزة أو في أجهزة في الدينامو في المحول، تمام، في قوة دفع كهربائية وفي تيار كهربي مستحث. لازم في البداية كده تفهم الفكرة في الإيه، يعني إيه حث كهرومغناطيسي، إزاي بتتولد قوة دفع كهربية مستحثة، إزاي بيتولد تيار كهربي مستحث، هل في قواعد؟ أيوه في قواعد. هتبتدي النهاردة بأول قاعدة ليك في الباب الثالث، هي قاعدة لينز، تمام. كنت خدت قبل كده قواعد بقى أمبيبل اليمنى، فليمنج لليسرى، تمام، عقارب الساعة، البريمة اليمنى، البريمة، قاعدة البريمة، تمام، يعني قواعد ياما. النهاردة إن شاء الله هتاخد قاعدة جديدة وهي برضو قاعدة لينز. طيب يعني إيه حس كهرومغناطيسي؟ هي إيه كلمة حس دي أصلا؟ كلمة حس إنك بتحس حاجة أو تحس حد على حاجة، يعني أنت مثلا إيه بتحس فلان إنه يعمل كذا، بتنصحه، تمام كده، أو يعني تديله، فاهم، تديله دافع مثلا، تمام كده. طيب دي معنى كلمة الحس. طيب إيه اللي حصل في البداية؟ أنت خدت في بداية الفصل الثاني إن العالم هانز اورست، تمام، عمل ايه؟ قال لك ان التيار الكهربي او مرور التيار الكهربي ده بيؤدي الى تولد مجال مغناطيسي، تمام. لما جاب سلك وجاب بوصله ولاحظ ان لما يعدي تيار في السلك بيتولد مجال مغناطيسي يؤدي الى انحراف مؤشر البوصله، يعني وجود تيار، تمام، بيؤدي لوجود مجال مغناطيسي. في بعد كده جه عالم تاني في الفصل بقى التالت اهو، أو في الباب التالت، اسمه العالم فاراداي. العالم فاراداي ده بقى حب يعلي على هانز اورست، قال لك إيه؟ قال لك لأ، ده أنا هولد مجال كهربي من المجال المغناطيسي، هولد تيار كهربي من المجال المغناطيسي، يعني عندي مجال مغناطيسي هينشأ منه تيار كهربي، ده مش بس كده، وقوة دفعة كهربائي. ثواني بس، يعني كده انت هتولد التيار والقوة الدفع الكهربائية من المجال المغناطيسي؟ ايوه، ده عكس اللي قاله ايه اهو، عكس اللي قاله هانز اورست بالظبط كده. طب هتعمل ده ازاي؟ قال لك انا هجيب ايه، ملف لولبي. كلنا عارفين الملف اللولبي بالشكل اللي قدامك ده كده، وجاب تحت، ما هو عايز يعرف هل هيتولد تيار ولا لا، فهجيب جهاز بيستدل على وجود تيارات، والتيار ده هيكون ضعيف، فبيجيب جهاز اسمه ايه، جهاز الجلفان. الله ينور عليك. طبعا ايه، ليه مؤشر، تمام، الجلفان ليه مؤشر، والملف بتاعنا كان عامل كده، ادي الملف بتاعنا، تمام. عمل ايه بقى ايه عمنا فراري ده؟ قال لك جاب مغناطيس، قضيب مغناطيسي، واحنا عارفين ان القضيب المغناطيسي، تمام، الفيض فيه بيخرج بالشكل ده كده، تمام. هو ثبت الايه، القضيب، وقف القضيب المغناطيسي او المغناطيس ده، وقفه مكانه، ما لاحظش ان اي حاجه حصلت، اما حرك المغناطيس ده داخل الملف. يبقى اول حاجه عملها فاراداي هي ايه، ادخال المغناطيس داخل الملف، تمام كده. طيب أو إدخال أو تحريك المغناطيس، إدخال المغناطيس داخل الملف، وهو بيحرك المغناطيس داخل الملف، لاحظ إيه بقى؟ لاحظ إن حصل انحراف لمؤشر الجلفانو، انحراف لمؤشر الجلفانو في اتجاه معين. أصلا انحراف مؤشر الجلفانو، تمام كده، ده بيدل على ايه؟ على تولد تيار كهربي، على تولد تيار كهربي. يبقى اول حاجه قرب المغناطيس او ادخل المغناطيس داخل الملف، تمام كده، فلاحظ انحراف مؤشر الجلفانو في اتجاه معين، يبقى كده في ايه، في تيار كهربي اتولد. طب التيار ده اتولد ليه؟ يقول لك نتيجه لقطع في خطوط الفيض. طب ايه اللي بيقطع الخطوط دي؟ اللفات. لو ملاحظ هنا اللفات اهي، قطع خطوط الفيض اللي خارجة من المغناطيس، نتيجة للقطع ده بيحصل تولد للتيار الكهربي، وساعتها يسمى بالتيار الكهربي المستحث، مش تيار كهربي عادي، لا ده تيار كهربي مستحث. طب عمل ايه تاني عم فاراداي ده؟ لما ادخل هو بيحرك المغناطيس، المؤشر ايه، انحرف.
طيب لما اوقف المغناطيس جوه الملف وقف الحركه خلاص، المؤشر ايه؟ رجع للصفر. طب قام عامل ايه تاني حاجه اعملها؟ اخراج او ابعاد. تمام، يعني ابعد المغناطيس عن الملف او اخرج المغناطيس من الملف. اخراج المغناطيس من الملف. تمام، لاحظ ايه؟ قال لك لاحظ برضو لما بيحرك بيحصل قطع في خطوط الفيض، انحراف مؤشر الجلفانو، بس المرة دي في اتجاه معاكس. يعني هو في الأول لو كان يتحرك في الاتجاه ده كده، لو احنا قلنا في اتجاه معين، في المرة التانية يتحرك في الاتجاه المعاكس وهو بيخرج ليه المغناطيس من الملف. قال لك تمام. طيب أنا هفترض دلوقتي إن أنا مش هحرك المغناطيس، ده أنا هثبت المغناطيس أهو. تالت حاجة أنا هثبت المغناطيس وهقوم أو قام بتحريك الملف. طب لما حرك الملف لاحظ إيه؟ لما حرك الملف لاحظ نفس المشاهدات السابقة، إنه لما يقرب الملف من المغناطيس مؤشر الجلفانو بيتحرك. ليه؟ لأن حصل قطع في خطوط الفيض. طب لما يبعد الملف عن المغناطيس مؤشر الجلفانو بينحرف في الاتجاه المخالف. فاستنتج إيه؟ دي إيه كده كانت تجربة فرضية. الاستنتاج، العالم ده استنتج إيه؟ قال لك نتيجة لقطع خطوط الفيض تتولد قوة دفعة كهربية مستحثة. مستحثة. طيب هل بتتولد قوة دفعة بس؟ وكذلك تيار كهربي مستحث. طب بيتولد ليه؟ نتيجة لقطع في الفيض او في خطوط الفيض عن طريق ايه؟ عدد اللفات او اللفات، نتيجة لقطع في الفيض المغناطيسي. يبقى كده عن طريق الفيض المغناطيسي او المجال المغناطيسي قدر انه يولد قوة دفع كهربية مستحثة وتيار ايه؟ كهربي مستحث. تمام كده، انا اقدر بعد التجربة دي اطلع تعريف للحس الذاتي. وتعريف الحس الذاتي هو تقريبا استنتاج الاستنتاج الايه؟ التجربة، اللي هو يقول لك مثلا ظاهرة تولد قوة دفعة كهربائية مستحث وتيار كهربي مستحث نتيجة لقطع اللفات لخطوط الفيض أو الفيض المغناطيسي أو المجال المغناطيسي لخطوط الفيض المغناطيسي. يبقى يحصل قطع أو تغير في الفيض المغناطيسي. تمام كده، يعمل إيه؟ يكون لي قوة دفعة كهربية مستحثة أو تيار كهربي مستحث. طيب كونت EMF مستحث أهو، EMF قوة دفعة كهربية مستحث. القوة الدفعة الكهربية دي ليها إيه؟ المستحثة ليها مقدار وليها اتجاه. الاتجاه، تمام، الاتجاه بتاع التيار اللي بيتولد برضه مستحث. تمام، هنميزه من حاجة اسمها قاعدة لينز هنتكلم عنها، بس خلينا في الأول كده نتكلم عن مقدار القوة الدفع الكهربية. تمام، بتزيد عن طريق ايه؟ تمام، او ايه الحاجات اللي بتعتمد عليها؟ قال لك ان العالم ده وجد ايه بقى؟ ان الـ EMF اولا كده بتتناسب مع عدد اللفات، تتناسب طرديا مع عدد اللفات. اه والله، ده انت كل لما تزود في عدد اللفات كل ما يحصل قطع في الفيض المغناطيسي اكتر، كل ما يكون الدفعة الكهربية تزيد والتيار الكهربي ايه؟ مستحث يزيد برضه. طيب ايه تاني؟ التانية بقى مهمة جدا. بص، EMF بتتناسب مع دلتا فاي ام على دلتا تي. وكلمة لما تلاقي دلتا تي في المقام اعرف ان انت هتكتب كلمة المعدل الزمني. ازاي؟ المعدل الزمني للتغير في السرعة، يبقى السرعة على دلتا تي. المعدل الزمني للتغير في المساحة مثلا ايه؟ على دلتا تي. ايا يكن اي حاجة، المعدل الزمني للتغير في كذا يبقى كذا ده على الزمن. فهنا كده المعدل الزمني للتغير في
الفيض، تمام، في الفيض المغناطيسي، تمام كده. التغير، المعدل الزمني للتغير في الفيض المغناطيسي، تمام، اللي هو ايه؟ دلتا فاي ام. واحنا عارفين طبعا ان فاي ام بتساوي ايه؟ بي في ايه، خليها لها على جنب دلوقتي. طيب يعني ايه بقى المعدل الزمني للتغير في الفيض؟ هقول لك حاجه. دلوقتي انا جبت مغناطيس وعملت قطع في خطوط الفيض مثلا بمعدل 200 وبر، ومغناطيس تاني وكان معدل القطع في خطوط الفيض مثلا 500 وبر، وقلت لك انهي فيهم اللي كان قطع فيه اللي حصل فيه تغير في الفيض اكتر، هتقول لي ايه؟ 500. هقول لك بس استنى، انا لو قلت لك عملت ال 200 وبر دول مثلا في دقيقة واحد منت، وعملت ال 500 وبر في ساعة واحد أكتر، هتقول لي انهي اكتر؟ هتقول لي والله ال 200، ده انا بعمل 200 في الدقيقة، تمام، يعني اضرب في 60 دقيقة يعني تقريبا حوالي 12000 وبر في الساعة، والتاني بيعمل ايه؟ 500 وبر في الساعة، تمام كده. يبقى هنا معدل التغير في الفيض بمرور الزمن، تمام، كبير، فتكون القوة الدفع الكهربائية المتولدة كبيرة. ده حتى قال لك ايه؟ قال لك انه لما جاب الملف ده، الملف بتاعنا، الملف اللولبي، وادي الجلفانو تحت اهو عشان يستدل على وجود التيارات الضعيفة، تمام، وادي عدد اللفات، تمام. قال لك انه لما زود سرعة المغناطيس، لما حرك المغناطيس بسرعة كبيرة، كان المؤشر بينحرف لمسافة أبعد، يعني التيار أكبر، تيار أكبر لما زود إيه؟ لما زود السرعة. طب يعني إيه لما زود السرعة؟ والله دلوقتي أنا كنت بعمل معدل قطع مثلا إيه 300 وبر في الساعة مثلا، أو 300 وبر في الدقيقة، تمام، قمت مزود السرعة بتاعتي فهقلل الزمن، اللي إحنا عارفين إن السرعة بتساوي المسافة على الزمن، فكل ما السرعة تزيد كل ما الزمن يقل. هدي لك مثال عادي كده عام يعني، بعد كده نشتغل فيزياء. تعال نتخيل مثلا انت رايح مشوار، تمام، وماشي بسرعة مثلا 20 متر في الساعة، او 20 متر في الساعة، تمام. طيب هتوصل ايه؟ هتاخد المشوار ده، المسافة بتاعتك 20 متر هتاخدها في ساعة، تمام. طيب قمت انت مزود سرعتك، خليتها 50، تمام، خليت السرعة بتاعتك 50، هتاخد نفس المسافة بس في زمن أقل، تمام. زي الفرق مثلا إنك تروح للسوبر ماركت وأنت ماشي بطريقة عادية، أو أنت ماشي بالراحة، وأنت بتجري، لما بتجري بتاخد زمن أقل، تمام، لما وأنت ماشي بتاخد مثلا 5 دقايق، لما بتجري بتاخد دقيقة، وصل كده. فكل ما الزمن يزيد كل ما السرعة تقل، وكل ما السرعة تزيد كل ما الزمن يقل. فهنا لما زود سرعة المغناطيس، تمام، خدت زمن أقل وقطعت فيض أكبر، تمام، او قطعة فيض، ما انت لما تقلل الزمن كأنك بتاخد ايه؟ بتزود الفيض، تمام. طيب الفيض بتاعك كده بدل ما كان بيقطع 300 وبر في الدقيقة بقى بيقطع 300 وبر في الثانية، يعني تقريبا 18000 وبر في الدقيقة، زاد خالص، تمام كده. فمعدل القطع زاد، فالتيار هيبقى ايه؟ التيار المستحث اللي هيتولد هيبقى اكبر، والاي ام اف المستحثه اللي هتتولد برضه هتبقى ايه؟ هتبقى اكبر. يبقى كل ما معدل التغير في الفيض ومعدل القطع في الفيض زاد بمرور الزمن، كل ما الاي ام اف زاد. وصلت الجزئيه دي؟ اتمنى يا رب يعني ربنا يرزقنا الفهم، تمام كده، والجزئيه دي تكون وصلت لي. طيب يبقى اي ام اف كده، اي ام اف قلنا بتتناسب مع عدد اللفات، تتناسب مع عدد اللفات ومع الفاي ام او الدلتا فاي ام على الدلتا تي، تمام كده. قال لك ان علامه التناسب المره دي هنشيلها ونحط مكانها واحد، يعني الاي ام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي ام على دلتا تي. طب ايه يا عم السالب ده؟ السالب ده ملوش دعوه بالمقدار، وانما يعبر عن ان التيار بيعاكس الاتجاه، اللي يعاكس التغير اللي بيحدث له. السالب ليس له علاقة بالمقدار. طب ليه علاقة بإيه؟ بإن التيار يعاكس التغير الحادث له. يعني إيه يعاكس التغير الحادث له؟ ده كده
يعني ده كان نص ايه، نص قاعدة لينز، وهنتكلم عنها كمان شوية لما نيجي نتكلم عن الاتجاه. انا قلت لك القوة الدفع المستحثة ليها مقدار وليها اتجاه، احنا علينا بنتكلم فيه، بنتكلم فيه المقدار. طيب السالب بيعبر عن عكس الاتجاه، فكده الـ EMF بتزداد بزيادة عدد اللفات، بتزداد بزيادة القطع في خطوط الفيض أو معدل الزمن الطويل للتغير في الفيض. طيب الـ EMF بتقاس بحاجة اسمها القوة الدفع الكهربية، بتقاس بالفولت، بتساوي الـ N ملهاش وحدة قياس، الـ Phi M ويب أر، الـ T ثانية، أي أن الفولت أهو، الفولت يكافئ ويبر على الثانية أو ويبر في ثانية سالب واحد، صح كده؟ طيب يبقى كده الويبر يكافئ ايه؟ يكافئ فولت في ثانية، وكان قبل كده الويبر بيكافئ ايه؟ تسلا في متر تربيع. برضو أول قانون خدته إن هو عبارة عن البي تسلا وايه الايه بالمتر تربيع، تمام؟ ده برضو من ضمن الوحدات، يبقى الويبر يكافئ من وحدات المكافأة بتاعته فولت في ثانية، والفولت برضو من وحدات المكافأة بتاعته ويبر في ثانية سالب واحد، تمام؟ طيب ده كده برضو كان بالنسبة لجزئية الايه الوحدات القياس، تمام. عندي حاجة اسمها قانون فاراداي. طب ايه هو قانون فاراداي ده؟ اللي هو اي ام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي ام على دلتا تي، اللي هو القانون اللي احنا متكلمين عنه بالظبط كده. القانون ده اسمه قانون فاراداي، بينص على ايه؟ هو القانون فاراداي ده مش بيتكلم عن القوة الدفع الكهربائية، فيقول لك يبقى القوة الدفعة الكهربية. طيب هل قوة دفع عادية ولا قوة دفع كهربية مستحثة؟ مستحثة، المستحثة. طيب المتولدة في ملف، طيب مالها القوة دي؟ بتتناسب طردية مع ايه؟ مع عدد اللفات، عدد اللفات، كأنك بتوصف القانون بالظبط، ومع المعدل الزمني للتغير او للقطع في الفيض، التغير في الفيض المغناطيسي. وصل كده؟ ده برضه نص قانون فاراداي لو انت حابب ايه تتكلم عنه. القانون ده اسمه برضه قانون فاراداي، اللي هو اي ام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي ام على دلتا تي. وبالتالي انت تقدر كده الاي ام اف مثلا اهي تقدر تزود فيها بايه؟ تزود في المقدار بتاعها. والله تقدر تزود فيها على انك تريد تزود في البي. طب ازاي ازود في كثافه الفيض؟ ما طب ما لو زودت في كثافه الفيض ما هنزود في الفاي ام، صح كده؟ طب ازاي ازود في كثافه الفيض؟ ان مثلا اجيب ايه، والله اسطوانه من الحديد المطابقه، تمام. ليه؟ لان نفاذيته اكبر، صح؟ فالفيض بتاعه هيبقى اكبر، ممكن ازود فيه عدد اللفات، صح، تمام. ممكن ازود فيه مساحه وجه الملف، ما الفاي ام بتساوي بي في ايه، صح كده؟ مساحه وجه الملف، يبقى نزود الحساسية. ممكن أزود فيه قوة المغناطيس برضو، قوة المغناطيس، فأزود في الفيض، كثافة الفيض. وصلت كده؟ يبقى الـ EMF تقدر تزودها بإنك مثلا تزود عدد اللفات، تزود مساحة وجه الملف، تزود إيه كثافة الفيض، تمام. هل إيه أنا وقفت لحد كده؟ لأ، يعني آخر كده في القانون؟ لأ، في جزئية في القانون مهمة جدا جدا جدا، وهي أوضاع الملف، أو إيه لو اتحرك الملف لف مقدار كذا إزاي؟ قال لك إن الـ EMF دي بتساوي سالب إن دلتا فاي إم على دلتا تي، وكلمة دلتا فاي إم معناها إن الفاي إم في الحالة التانية ما هتغير، ما هتغير من الـ إيه؟ الفاي إم في الحالة التانية ناقص الفاي إم في الحالة الأولى. وممكن برضو ان الدلتا فاي ام دي تساوي حاجتين اهم، والله ان يحصل تغير في كثافه الفيض فتبقى دلتا بي والايه ثابته، يا اما يبقى البي ثابته والايه هي اللي بيحصل فيها تغير، تمام. دي كده فاهمينها، بي 2 ناقص بي 1 دي ايه 2 ناقص ايه 1، تمام كده؟ التغير الحاجه التانيه ناقص الحاجه الاولى. طب هنا بقى فاي ام 2 ناقص فاي ام 1 دي لوحدها موضوع، تعال نتكلم عنها. دلتا فاي ام بتساوي الفاي ام في الحالة التانية ناقص الفاي ام في الحالة الأولى. الزوايا عندي ممكن تكون 90، ممكن تكون 180، تمام، ممكن تكون 270، ممكن تكون 360. في حالة 90 فهو ضرب قد ايه؟ ربع ضوء، احنا بنتكلم اهو
عند دي 90 ادي ربع دورة، دي 90 اهي ادي نص دورة، دي 90 تلات ارباع دورة 360، يبقى 90 و 90 180 270 360، ان كلها كده على بعضها تلات ايه 360 درجة. تمام تمام كده 90 180 270 360. تمام. طيب لو ضرب 90 درجة ربع دورة، طب زود ربع كمان يبقى ضرب قد ايه؟ نصف دورة. طب زود ربع كمان تلات أرباع دورة، طب ربع كمان يبقى هيدور ايه؟ دورة كاملة. طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ هقول لك حاجة بقى. يقول لك ايه بقى؟ ان التغير في الفيلد ده، تمام، او الملف بدأ من الوضع، ويقول لك بقى والله بدأ من الوضع العمودي وبدأ من الوضع الموازي في حالة ان دار 90 درجة، اول لفظ دار ربع دورة، تمام، اما يقول لك 90 درجة او اما يقول لك ايه ربع ايه ربع دورة اهو ربع دورة. والله لو الملف كان عمودي، تمام كده، ادي الملف اهو في الحالة الاولى كان عمودي، عمودي على ايه؟ عمودي على خطوط الفيت طبعا، تمام. ما هو لما يلف ربع دورة ادي خطوط الفيت اهو هيبقى موازي، هيلف بهدار 90 درجة هيبقى موازي الملف اهو، واصل لك كده؟ ففي الحالة الاولى هو كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن بي ايه. طيب في الحالة التانية صفر، فاي ام، احنا عارفين لو فاكر قانون الفاي ام، بي ايه ساين سيتا، العمودي 90 موازي صفر، تمام كده. طيب يبقى الفاي ام هنا او معدل التغير في الفيل هيساوي ايه؟ الحالة التانية اللي هي صفر ناقص بي ايه هيساوي سالب سالب بي ايه. طب اكتب لي كده قانون القوة الدفع الكهربية المستحثة، اي ام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي ام اللي هي عبارة عن سالب بي ايه على دلتا تي. طب ما السالب هيروح مع السالب او سالب في سالب بموجب، يبقى الاي ام اف هنا لما نيجي نتكلم عنها او نعوض عليها في المسألة يبقى ان بي ايه على دلتا تي. ده كده لو كان بدأ من الوضع إيه، لو معذرة، ان لو كان هو ضرب 90 درجة ابتداء من الوضع العمودي. طب هو كان موازي، الملف كان موازي لخطوط الفيد ولف ايه 90 درجة اهو، الملف كان ابتداء من الوضع الموازي، كان هو موازي اهو، الملف كان موازي لخطوط الفيد، يعني ايه الفاي ام بكام؟ الفاي ام بصفر. طيب اصبح ضرب لما يدور 90 درجة هيبقى ايه؟ هيبقى عمودي، صح كده؟ هيبقى ايه؟ هيبقى عمودي. طيب في الحالة التانية هو كان بيساوي ايه؟ بي ايه. طب يبقى الدلتا فاي ام او الفاي ام بتساوي بي ايه، بي ايه ناقص صفر، يعني بتساوي بي ايه، يعني لما اجي اعوض في القانون اعوض عنه عادي جدا، اي ام اف بتساوي سالب ان بي في ايه على دلتا تي. اتمنى الجزئية دي تكون وصلت. طب ده في حالة التسعين درجة. طيب ما ممكن يقول لك ايه بقى؟ يقول لك بدأ من الوضع العمودي برضو، تمام، و او من الوضع ايه الموازي. طب لما يدور بمقدار قد ايه؟ يدور 180 درجة. يقول لك دار 180 درجة، دار نصف دورة. طيب ايه كمان؟ دار ايه، او قلب الملف، قلب الملف، ما انت لما تقلب حاجة كأنك بتلفها 180 درجة، او عكس اتجاه الفيت، عكس اتجاه الفيت. كل دي الفاظ ممكن يقولها لك انك تعبر لك ان الملف ده ضرب بمقدار 180 درجة. طيب هو لو كان عمودي، لو بدأ من الوضع العمودي، تمام، لو كان عمودي بالشكل ده وبعد كده اصبح موازي، ادي الملف اهو كان عمودي، لما يلف في 180 درجة هيبقى عمودي برضو. ليه؟ لانه لما يلف من 90 درجة هيبقى موازي. طب لف 90 درجة كمان يبقى عمودي، يبقى الملف هيبقى عمودي. ولكن في حاجة، عمودي في عكس الاتجاه، يعني في الحالة التانية سالب بي ايه، اي نعم قيمة عظمى، ولكن السالب دي تعبر لك عن عكس الاتجاه. ليه؟ لان هو ضرب كل دي كده اتعكس اتجاهه، كل عكس اتجاه الفيت فتبقى سالب بي ايه. طب في الحالة الاولى كان بي ايه لانه كان عمودي. طيب يبقى لما تيجي تتكلم هنا عن الفاي ام هتقول ان هي في الحالة التانية سالب بي ايه ناقص بي ايه. طب سالب
سالب بي ايه، سالب س ناقص س تديك ايه؟ سالب 2 بي ايه، سالب 2 بي في ايه. طيب يبقى الاي ام اف هنا بتتكلم عنها ان هي ايه؟ سالب ان 2 بي ايه، سالب 2 بي ايه على دلتا تي. فالسالب يروح مع السالب، تبقى الاي ام اف عباره عن ايه؟ ان 2 بي ايه على الدلتا تي. طيب لو كان هو موازي، لو كان الملف موازي ودار 180 درجة، ما هيبقى موازي برضه، صح كده؟ هو موازي ودار 180 درجة، أهو هو كان موازي. طب دار 90 درجة هيبقى عمودي، دار 90 درجة كمان عشان يبقى 180، يبقى الملف كده موازي. يعني الـ EMF بكام؟ الـ EMF بصفر. طب ليه يا عم الـ EMF بصفر؟ لأن الفاي إم في الحالة الأولى والحالة التانية كان بصفر، صح كده؟ أما في الحالة الأولى كان موازي وفي الحالة التانية برضه موازي، يبقى الفاي ام بكام؟ الفاي ام بصفر. طيب الحاله الثالثه مثلا، ان يقول لك طبعا بعد ال 80 180 درجه زود لي ال 90 كمان، فيقول لك ايه؟ بدأ من الوضع اما العمودي اما موازي. طب يا عم دار بزاويه قد ايه او المقدار قد ايه؟ قال لك والله لو كان دار بزاويه 270 درجه، او يقول لك ايه؟ ضرب مقدار زاوية تلات أرباع، يعني ضرب مقدار معذرة تلات أرباع دورة، ما هو 90 ربع دورة، 180 نص دورة، تلات أرباع إيه؟ إيه تلات أرباع دورة اللي هي 270. طيب هقول لك حاجة، هو بدأ من الوضع العمودي، أدي يا سيدي خطوط الفيضة أهي، وأدي الملف بتاعك، بدأ من الوضع العمودي تمام، لف 90 درجة موازي، يبقى في الحالة الأولى أهو كان بي في إيه؟ طيب لف 90 درجة موازي، لف 180 درجة عمودي بس في الاتجاه المخالف. طب لف 90 درجة هيبقى موازي، كل 90 درجة بتغير شكل الملف، ففي الحالة التانية بكام؟ بصفر. فيبقى الفاي ام هنا بكام؟ الفاي ام هنا بالحالة التانية صفر ناقص بي ايه، يعني هيساوي سالب بي في ايه، تمام كده؟ هيساوي سالب بي في ايه. طيب تعالى هو لو كان موازي اهو، دي كده خطوط الفيض بتاعتك، الملف ده كان ايه؟ كان موازي. طب لف 90 درجة عمودي، لف كمان 90 درجة موازي، لف كمان 90 درجة عمودي ولكن في الاتجاه المخالف. ركز معايا، لما تعمل عمودي للمرة التانية بيبقى في اتجاه مخالف، فتبقى هنا برضو الفاي ام بسالب بي في ايه، يعني في لما في الحالة 270 اهو، لو ابتدى من العمودي او ابتدى من الموازي فالفاي ام بسالب بي ايه. طيب يبقى الاي ام اف بايه؟ الاي ام اف بتساوي سالب ان سالب بي ايه على الدلتا تي، تمام كده؟ فالسالب ان تروح مع السالب، السالب معذرة تروح مع السالب، يبقى الاي ام اف بتساوي ان بي في ايه على الدلتا تي، تمام كده؟ دي جزئية برضه، تمام. تعال نكمل. طيب اتبقى لك ايه؟ اتكلمت لو هو ضرب بمقدار 90 درجة ابتداء من الوضع العمودي الموازي، اتكلمت لو ضرب بمقدار 180 درجة، واتكلمت بمقدار انه لو ضرب ب 360 درجة. ايه معذرة، الأخيرة هنا بقى، ضرب الملف ابتداء من الوضع إذا كان عمودي أو إذا كان موازي، فيجي في حالة ال 360 درجة يقول لك إيه بقى؟ يقول لك ضرب بمقدار 360 درجة، ضرب دورة كاملة، أو يقول لك تلاشى الفيض. طب ليه بقى تلاشى الفيض؟ هقول لك انا، هو الملف دلوقتي كان عمودي اهو، تمام كده؟ الملف بتاعي كان عمودي. طيب لف 90 درجة موازي، لف كمان 90 درجة عمودي في الاتجاه المخالف، لف كمان 90 درجة يبقى موازي. طب لف كمان 90 درجة علشان تتم الدورة الكاملة بتاعتك اللي هي 360، هتلاقيه راجع عمودي تاني. او كلمة 360 يعني يرجع لوضعه الأصلي. طيب عمودي تاني لوضعه الأصلي يعني هو بي ايه، وهنا بي في ايه. طب هو أنا ليه ما اتكلمتش قلت هنا سالب بي ايه؟ لأن هو راجع لوضعه الأصلي، ملفش عمودي في الناحية التانية، تمام كده؟ هنا بي ايه وهنا بي ايه، فيبقى الدلتا فاي ام بتاعتك، الدلتا فاي ام بتاعتك بتساوي بي في ايه في الحالة التانية ناقص بي في ايه في الحالة الأولى، يبقى تساوي صفر. ما هو راجع لأصله، ما حصلش تغير في الفيض، تمام كده؟ يعني الـ EMF هتساوي ايه؟ هتساوي صفر. طيب لو جيت برضو تتكلم في نفس الفكرة في لما يكون موازي، تمام أهو الملف موازي، طب ما هو هيلف
90 هيبقى عمودي، هلف كمان 90 هيبقى موازي، هلف كمان 90 يبقى عمودي، هلف كمان 90 يرجع موازي تاني، تمام، يرجع لوضعه الأصلي. يعني في الحالة الأولى كان بصفر، في الحالة التانية كان بصفر. يعني الفاي ام بتساوي صفر ناقص صفر تساوي ايه؟ تساوي صفر وبر طبعا، تمام. فالاي ام اف برضه هتساوي ايه؟ هتساوي صفر. فلما يقول لك 360 درجة دورة كاملة تلاشى الفيض او بخلافه، يعني تستنتج ان الاي ام اف على طول بكام؟ الاي ام اف على طول بصفر. طيب طبعا ممكن يقول لك ايه؟ حدث تغير في كثافة الفيض، حدث تغير في كثافة الفيض. طب لما يحدث تغير في كثافة الفيض يبقى الايه الفاي ام هنا بتتكلم فيه ان هو الدلتا بي في ايه؟ لانه ما قالكش التغير حصل في المساحة. طب لو اقول لك ان التغير ده حصل في المساحة ما حصلش في كثافة الفيض، يبقى الفاي ام بيساوي بي في دلتا ايه، بي في دلتا ايه. طيب دي كده كان الحالات اللي ممكن يتواجد عليها الملف، طبعا لو دار 80 90 270 360 بخلافه يعني، تمام. اتكلمنا عن الاي ام اف مقدارا، طيب عايزين بقى نتكلم عنها اتجاها وازاي نحدد اتجاه التيار في الملف باستخدام قاعدة تسمى بقاعدة لينز. طيب قاعدة لينز دي بتقول لي ايه بقى؟ تعال نتكلم عن قاعدة لينز. بتنص على ايه بقى قاعدة لينز دي؟ بيقول لك ان اتجاه التيار اتجاه التيار المستحث ماله يعاكس اتجاه التغير الحادث او التغير، معذرة، التغير المسبب له، المسبب له. يعني ايه التغير المسبب له؟ هو اللي بيسبب تولد تيار كهربي مستحث او قوة دفع كهربية مستحثة، ان انا امسك مغناطيس واقربه او اقرب كده. فلو ده الملف بتاعي، ركز بقى، قلنا طبعا السالب لانه بيعاكس. ايه بيعاكس دي؟ ما انا عايز افهم برضو. اللفات بتاعتي اهي، تمام، وادي الملف بتاعي وحاطط هنا جلفانو، هيتحرك طبعا المؤشر بتاعه لما احرك الايه، احرك المغناطيس. بص بقى، انا دلوقتي مثلا هنفترض ان انا عندي هنا قطب جنوبي اس اهو، وهنا قطب شمالي ايه ان اهو. بعمل عملية تقريب، ركز اهو، بعمل عملية تقريب. الملف بيعمل ايه بقى؟ يعاكس، يعاكس، ركز، يعاكس. انا بقرب الملف عايز يبعد، فيبعد يعني هيحصل تنافر، فيقوم مكون، شايف الاس دي، يكون اس هنا اهو، علشان يحصل ايه؟ علشان يحصل تنافر. فيبقى ايه اللي هنا؟ ان خطوط الفيض بتتحرك منين؟ من ان الاس. فتلاقي ان، فتلاقي هنا التيار كده ايه، مع خطوط الفيض ايه، هنا خطوط الفيض هنا بالشكل ده من ان الاس، تمام اهي. فالتيار بتاعي جاي منين؟ جاي من جاي الاسفل كده، وصلت كده؟ جاي حرك ايه، لا إيه، معذرة، هنا معذرة، خطوط الفيض بتحرك من الجنوب للشمالي، خطوط الفيض بتحرك كده، معذرة، من الجنوب للشمالي، يعني اتجاه حركة الفيض كده. فتحدد بقى اتجاه التيار بتاعك ازاي؟ ايه الأعلى، معذرة، هنا الأعلى أهو، تمام، ليه أعلى. طيب تعال نرسم واحدة تانية نفهم بيها أكتر. لو أنا مثلا جبت نفس المغناطيس أهو، قطب هنا جنوبي وقطب شمالي، أو نفس المغناطيس ونفس الملف، تمام، نفس الإيه، نفس الملف. وبعمل ايه بس المرة دي؟ مش هعمل ايه تقريب، المرة دي انا هعمل ابعاد اهو، هبعد الملف. طيب التيار بيعمل ايه؟ بيكون معاكس لاتجاه التغير، فهنا بيحصل ابعاد، فالملف عايز يعمل ايه؟ تقريب. او بيحصل هنا بنعمل تنافر، فالملف عايز يعمل تجاذب. طب هنا انا بعمل تجاذب، فالملف عايز يعمل تنافر، فاس واس، تمام. هنا بعمل ابعاد، فالملف عايز يعمل تجاذب، فالتجاذب هنا اس، يبقى يكون هنا ايه؟ هنا ان، هنا ان، فيكون لي هنا اس، تمام. خطوط الفيض بتتحرك من اس لان. طيب حرك كده اهو، خلي الابهام يشير لاتجاه الفيض، فالاصابع اهو، بص الاصابع بتتحرك من الخلف للامام، من الخلف للامام، اللي هي يعني هنا هتلاقي ايه؟ لاسفل، هنا لاسفل اهي، تمام كده، هنا لاسفل. طيب تعالى ناخد مثال كمان. لو انا جبت ملف
ده مغناطيسي.